وجدت على قيد الحياة داخل البراكين. تعتبر البراكين واحدة من الظواهر الطبيعية الخطيرة جداً التي تؤثر على حياة الكثير من الحيوانات والبشر وحتى النباتات، ولكن بالرغم من ذلك استطاع مجموعة من العلماء التعرف على بعض من الحيوانات التي لها القدرة على المعيشة داخل البراكين، وكان هذا الاكتشاف مدهشاً وغريباً جداً. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من هذه الحيوانات التي سوف تنال إعجابك بكل تأكيد. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. بيروكوكوس فيريوسوس هي نوع من الحيوانات المحبة للظروف الشرطية في الأرخية. يمكن تصنيفها على أنها أليف حراري مفرط لأنها تزدهر بشكل أفضل تحت درجات حرارة عالية للغاية. تم اكتشافها لأول مرة على إحدى الجزر البركانية في إيطاليا، ويقال إنها تفضل المعيشة في أماكن المناخ الحار الذي ترتفع فيه درجة الحرارة ما بين 70 إلى 130 درجة سيليزيوس، ويقال إنها تفضل البقاء في هذه الأماكن في البراكين بسبب أنها تستطيع الحصول على مصادر الغذاء من المكونات التي تخرج من باطن الأرض في البراكين. ويقال إنه كل 37 دقيقة يتم تضاعف عدد هذه الكائنات، ولكنها لا ترى بالعين المجردة، ويقال إنها تستخدم في السماد الذي يتم استخدامه مع النباتات. The Happy Face Spider عنكبوت الوجه السعيد في هاواي، عنكبوت في عائلة ثريديدي التي تعيش في جزر هاواي. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس الذين يشعرون بالخوف من العناكب يحاولون استخدام النيران من أجل إبعاد هذه العناكب، إلا أن هذا النوع من العناكب لن تتأثر بهذا الشيء، وذلك بسبب أن هذه العناكب تعيش في الغابات التي تتعرض إلى الحرائق من البراكين النشطة، ولا تتأثر هذه العناكب بهذا الشيء، بل إنها تجد أن هذا المكان هو أنسب مكان للمعيشة، وتستطيع الهجوم على الكثير من الحشرات الأخرى بكل سهولة. مايكرو أورغازنمز الكائنات الحية الدقيقة أو الأحياء الدقيقة أو الميكروبات هي مجموعة واسعة من الأحياء التي لا ترى بالعين المجردة، إلا أن هناك شواذ لهذه القاعدة، فالبعض منها يمكن رؤيته بالعين المجردة. العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة يسمى علم الأحياء الدقيقة. تعيش هذه المخلوقات في كل مكان على سطح الأرض كما أنها تعيش في البراكين، وهذا ما يثير فضول وإعجاب الكثير من العلماء، حيث أنها تستطيع تحمل درجات الحرارة التي من الممكن أن تصل إلى 95.5 درجة سيليزيوس. ويقال إن هذا المناخ الذي تعيش فيه هذه المخلوقات يؤثر على البشر بدرجة كبيرة، حتى أنه من الممكن أن يسبب انصهارا للإنسان على الفور. وتستطيع أيضا الحصول على الطعام اللازم لها في هذا المكان بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة. وربما إن مثل هذه المخلوقات تساعد العلماء على اكتشاف بعض من المخلوقات الأخرى التي من الممكن أن تعيش على الكواكب الأخرى التي توجد في الكون. أرنب البراكين يعرف هذا النوع باسم الأرنب البركاني، وهو له القدرة على المعيشة داخل الأنشطة البركانية بكل سهولة، ويعتبر ثاني أصغر أرنب حول العالم، ويعيش في المكسيك بالقرب من 4 براكين نشطة، كما أنه يفضل أن يعيش في الارتفاعات العالية، وهذا ما يجعله واحدا من أغرب الحيوانات التي توجد حول العالم. سيكس جيل ستينغراي اللخمة سداسية الخياشيم هي نوع من سمك الرقيطة، وهي النوع المنفرد في فصيلة.
بالرغم من أن هنالك عدة فصائل لسداسية الخياشيم وصفت تاريخياً، ولكن هذه الاختلافات تتمثل في نوع واحد منتشر. وكما هو واضح، تعتبر هذه السمكة واحدة من الأسماك التي تمتلك 6 من الخياشيم، وتعيش في قاع المحيط بالقرب من الأنشطة البركانية. ويقال إنه في هذه المنطقة تعيش بعض من الأسماك الأخرى. وفي هذه المنطقة تستطيع هذه السمكة تناول الطعام والتكاثر والمعيشة بصورة طبيعية دون أي مشاكل. بوليشيت وورم، كثيرات الأشعار أو كثيرات الأهداب أو الديدان الحلقية، عديدة الأشواك، هي طائفة حيوانية تتبع شعبة حلقيات. شعبة الكثيرات الأشعار تضم نحو 10,000 نوع، ينتشر معظمها على امتداد الشواطئ البحرية. يراوح طول الواحد من معظمها بين 5 و10 سنتيمترات، ويقال إنها تعيش منذ أكثر من 500 مليون سنة، كما أنها استطاعت تجاوز العديد من المراحل الصعبة التي مرت على كوكب الأرض، وتستطيع المعيشة في الأماكن التي لا تستطيع باقي الكائنات الحية الأخرى أن تعيش فيها. واستطاع مجموعة من العلماء اكتشاف أنها قادرة على المعيشة بالقرب من الأنشطة البركانية دون أن تتأثر، وهذا ما أدهش الكثير من العلماء. The Bosavi Woolly Rat. إن قوارض بوسافي الصوفية هي نوع من القوارض تم اكتشافه في أعماق غابة بابوا غينيا الجديدة في عام 2009، وهو يعتبر واحداً من أكبر فصائل القوارض التي توجد حول العالم، حيث أنه يتشابه في الحجم مع القطة المنزلية الأليفة. كما يقال إنه لا يشكل أي خطر على البشر على عكس باقي فصائل القوارض المعروفة. وفي غينيا الجديدة توجد العديد من الأنشطة البركانية المختلفة، وهذا الحيوان يعيش بكل سهولة بالقرب من هذه البراكين. أسماك القرش. مما لا شك فيه أن أسماك القرش تعتبر واحدة من أخطر الكائنات البحرية التي توجد حول العالم، كما أنها كانت تعيش منذ عصر الديناصورات، وهذا أكد على أنها من أخطر الكائنات حول العالم، وتستطيع دائماً تشكيل مخاطر كبيرة على الكائنات البحرية المختلفة وعلى البشر. ويؤكد مجموعة من العلماء أنه توجد فصيلة من أسماك القرش تعرف باسم أسماك القرش النائمة، والتي تعيش بالقرب من اليابان وخاصة بالقرب من مناطق البراكين النشطة. لويه شريمب. استطاع مجموعة من العلماء اكتشاف هذا البركان الذي كان يصل طوله إلى حوالي 12 طابقاً بالكامل، وكان هذا البركان يشكل خطورة كبيرة جداً على الكثير من الكائنات الحية. ولكن بالرغم من ذلك، كان هذا الجمبري له قدرة على المعيشة في هذا المكان دون أن يتعرض إلى أي مخاطر، حيث أنه كان يفضل البقاء في هذا المكان حتى يستطيع تجنب المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها من قبل باقي الكائنات الحية الخطيرة. بينك سلوغ، هي نوع من الرخويات الأرضية العملاقة التي تتنفس الهواء، وتتميز بلون وردي حار مميز. تم العثور على هذه الرخويات في جبل كاوتار في أستراليا، ويقال إن طول هذا المخلوق من الممكن أن يصل إلى 20 سنتيمتراً بالكامل. ومنذ حوالي 17 مليون سنة استطاع هذا المخلوق الصغير في الحجم تجنب واحد من أخطر البراكين النشطة التي حدثت على كوكب الأرض. ولكن بالرغم من ذلك، يؤكد مجموعة من العلماء على أن هذا المخلوق على وشك الانقراض، وهذا ما يعني أنه يحتاج إلى الكثير من الحرص من قبل العلماء حتى لا يتعرض إلى هذا الشيء في يوم من الأيام. ما هو أكثر مخلوق نال إعجابك ودهشتك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء. We'll be right back.